السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدام حضراتكم الحضانة أو الصوبة التي تستخدم في الإنتاج، تستخدم في إنتاج كافة نباتات الزينة. أدو قدام حضراتكم أدي الحضانة بلاستيك، وبعد ما أشد عملية البلاستيك بغطي بكبات أهي زي ما حضراتكم شايفين. أدي الكبات، ادي الحضانة. قدام حضراتكم كيفية زراعة الأكاليفة، ادي زراعة الأكاليفة قدام حضراتكم اهو اهو. ادي الزراعة زي ما حضراتكم شايفين اهو، كيفية زراعة الأكاليفة والمجوز، طريقة التكاثر في نباتات الزينة واحدة. مثل هذه الطريقة يتم زراعة أي نبات من نباتات الزينة، وعمل حضانة أو صوبة زي ما حضراتكم شايفين بالبلاستيك، ثم تغطيتها بكبات او بحصر. حتى لا تتأثر درجة الحرارة لازم يكون في ظل فوق البلاستيك. هذه مدة التقدير لهذا النبات من 20 لـ25 يوم. ادي قدام حضراتكم كيفية زراعة وادي الأكياس التي تستخدم في الإنتاج، وادي الحضانة أو الصوبة، وادي الصوبة من الداخل بلاستيك. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من قناة مصعب الجمعة. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.